بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أعتذر عن تأجيل المحاضرة حتى يوم الأحد لحضور الناس، أو يوم السبت، يوم السبت إن شاء الله تعالى لحضور الناس، ونجعل المحاضرة الليلة حول ما استمعنا إليه من آيات سورة الشعراء. والحقيقة يعني صدرت السورة بالحديث عن قصة نبي الله موسى مع فرعون، وهذه أطول قصة في القرآن في ظاهرها كررت، وفي حقيقتها لم تكرر. طبعا أعلم من هذا الكلام هيكهرب عقول كثير من الناس، لكن سنشرح. كل قصص القرآن الرب لما قص ذكره على هيئة قصة، فيقول نقص عليك من نبأ فلان نبأ فلان، إلا قصة نبي الله موسى مع فرعون لم يقل نقص. وإن جاء بالقصة هنا في سورة الشعراء، جاء بها في الأعراف، جاء بها في طه، جاء بها في يونس، جاء بها في سورة القصص تفصيل. ومع أنها جاءت في سورة القصص، لكن لما بدأ الله الحديث بها قال نتلو عليك من نبأ موسى فرعون. التلاوة غير القصص، قصص قصة تحكى وأحداث تتلى، لكن التلاوة دليل على كثرة ما فيها من أحداث، وكثرة ما فيها من دروس، وكثرة ما فيها من عبر، لذا تتلى تلاوة مش قصة، لا ده مفتوحة. فقصة سيدنا موسى، موسى بلا نزاع أطول قصة ذكرت في القرآن. الكثير منا بيقرأ وفهم أن قصة حوار حصل بين سيدنا موسى وفرعون. يا إخواني، هذا كان جزء من رسالة المرسل عندي، حوار القرآن أصحاب الحضارات. تتبعت قصة سيدنا موسى مع فرعون، اكتشفت أن هناك 7 حوارات حصلت، مش حوار واحد، 7 حوارات حصلت، وكل حوار له ظروفه وله ألفاظه وله أحكامه وله موضوعاته، مع أن كل اللي بيقرأ فهمينها قصة واحدة وحوار واحد. أقول 7 حوارات. لعل اللبس كثير في قصة حضور السحرة. الحوار مع السحرة لم يحدث مرة بل مرتين من هذه 7، وسنعرض لشيء منها الآن. طبعا مش هقدر نجمع كل هذا، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. حدث الحوار في وجود السحرة مرتين، قبلهم كان هناك مرة وبينهم مرة لم يحضر فيها السحرة. أول حوار حصل فرعون لوحده وأمامه نبي الله موسى هارون، وهذا ورد ذكره في سورة طه.
اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له، يبقى الكلام معه لوحده قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، معنا لوحده. وهذا يدلنا عن هو نفسه كم مجرم متأصل في الجرم. إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخافا إنني معكما، وجاءت بالتثنية، أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك، رسول ربك بالتثنية. في الشعراء هنا قالت السياق اختلف تمام، إنا رسول ربك، في طه إنا رسول ربك جاءت بالتثنية، في الشعراء التي سمعناها جاءت بالإفراد، هنجلها إنا رسول ربك فأرسل معنا بن إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إن الحوار كله متولي سيدنا موسى وأخوه، إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. عندها سأل فرعون لوحده لسه بخيره، لم يفتنه السحرة، لم يفتنه الكهنة، لم يفتنه الملأ العصاب اللي حوله، فسأل سؤال مستفه متعلم، قال فمن ربكم يا موسى؟ نلاحظ هذا السياق، قال فمن ولا فما؟ من تقل العقل وما لغير العقل. هنا أسأل سؤال مستفهم متعلم يحترم من يحاوره وبيدعوه لربه، فبيسأل طب مين ربكم هذا؟ سؤال مستفهم، خلاف لما حضر الملأ كما جاء في أول الشعراء، وأول الشعراء حوارين مش حوار في الشعراء، حوار حضره الملأ قبل أن يأتي السحرة وحوار بعد ما يأتي السحرة. الجزء الأول الذي سمعناه بداية السورة تحدثنا عن الحوار اللي وقع ما بين الحوارين اللي حضروا فيهم السحرة، لكن بحضور الملأ دون السحرة، ثم استدعوا السحرة. فرعون لما حضر مع الملأ السياق اختلف خالص، لم يقل فمن ربكم يا موسى استفهم، لا سأله بكده، لكن لما حضر الملأ تمطع وتنطع ولم يسأل سؤال مستفهم، بل سأل سؤال مستعلم مستكبر مستهزئ برب الموسى، قال وما رب العالمين؟ ما تقل غير العقل وتقل الاستهزاء والاستنكار، ايش رب العالمين هذا؟ ماذا يكون؟ لحظة السياق اختلف، اللفظ اختلف خالص. هناك قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، سوى كل مخلوق ثم هذا لطريقه. قال فما بال القرون الأولى؟ أسئلة مستفهم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الحوار الأول هذا كان فرعون لوحده ليس معه أحد، وفي مواجهة نبي الله موسى هارون، وذلك الخطاب كله جاء في الحديث عن تحركهم سوا بالتثنية في كل المواقف. لما حدث هذا الحوار فرعون استفهم ثم جاء بالملأ. الملأ لما حضروا هم اللي طلبوا يتم بسحر، وهم اللي اخترعوا فيلم السحر من ألف إلى ياء، قصة إن موسى ساحر وإن الكلام ده كلام ساحر. أول من اخترع هذه القصة السحرة مش فرعون، الملأ استغفر الله العظيم. فهم أهل البلاء كله. الملأ دول مين؟ لا البطانة، النخبة، البطانة الصالحة، النخبة، عارف النخبة؟ هم دول النخبة، دول إس البلاء في كل التاريخ. لما تتتبع كل التاريخ البشري وتاريخ الحضارات ما أفسد الحكام أحد كما أفسدته البطانة. الحوار الثاني اللي حصل في وجودهم جاء ذكره في الأعراف تفصيلا، ولذلك نعجب الحوار من ألفه لياءه تولاه الملأ،
وفي العجة الاسترطور. ولما تكلم سكت دهرا ونطق كفر. سامحوني في الكلام ده لكن احنا بنوضح قرآن، احنا بنشرح قرآن. اللي عرس مرته حاسس عليها هو حر. احنا بنشرح قرآن، اتكلم على فرعون. فالشاهد نبي الله موسى يخاطب فرعون: حقيق على ألا أقول حق، قد جئتكم بينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فطلب الآية فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء بالنظرين. مين اللي تكلم؟ الملأ. فرعون لم ينطق، هم اللي أداروا الحوار كل مع سيدنا موسى. يبقى حضورهم حول المحاورة والحوار لموضوع ثاني خالص. قال الملأ من قوم فرعون، يبقى مين اللي تكلم؟ خلي بالنا هنلاحظ السياق كله على سنة. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يبقى أول من اخترع قصة إن نبي الله موسى ساحر كان الملأ. فرعون بعد هذا يردد. الشعراء ده في الترتيب هو الرقم 4، يبقى عندنا 3 و4 في الشعراء، لكن 1 في طه و2 فين؟ في الأعراف. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. ما قالوش بسحره، لكن الحوار جاء في الشعراء هيتولاه فرعون بنفسه مش الملأ، ولذلك هيطبش هيخبط يمين شمال. ها؟ ها؟ ما التزمش بتعليمات الملأ. خلي ربنا يجعل كلمة خفيفة. نسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا اخواني ترتيب عجيب جدا، هتزهلوا. كل حوار له نظمه المختلف تماما عن الثاني وعن الثالث وعن الرابع. فالحوار الثاني تكفل به الملأ بالكامل. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. ما قالوش بسحره، فماذا تأمرون؟ لكن لما هيحصل الحوار الثاني، وخلي بالنا الحوار الثاني ده حضر الملأ، لما حضر الملأ طلبوا سحرة الملأ. فالسحرة اللي حضروا أول حوار سحرة الملأ كان عددهم كام؟ 3000 ساحر. القصة الثانية الحوار الثاني اللي أداره فرعون طلب أساتذة الجامعات في السحر، كان عددهم كام؟ 80,000 سحار مش ساحر. وذلك الحوار اختلف تماما. 3000 اللي في الأول موظفين عند الملأ، 80,000 ما كانوش موظفين، دول جايين هيحضروا المناظرة بمكافأة. تفرق كتير قوي. ولذلك هنجد الردود مختلفة تماما في الحوار الأول عن الحوار الثاني، لفظ لفظ، موقف موقف، كلمة كلمة، عبارة عبارة. وكل بيقرأ فهم لكل ده تكرار. الله يرحم الإمام الكرماني أحد علماء القرآن، كان عامل كتاب اسمه أسرار التكرار في القرآن، يحكي أن لا تكرار في القرآن. الآيات التي ظاهرها التكرار عندنا لا تكرار فيها. وده علم كامل مستقل من علم القرآن يسمى بعلم متشابه النظم، علم خطير. كل الآيات اللي كررت ظاهرها التكرار حقيقتها لا تكرار. كل آب معنى. أكثر آية كررت إيه عندنا؟ فبأي آلاء ربكم تكذبان. جت كم مرة في سورة الرحمن؟ 31 مرة، كل مرة بمعنى مختلف عن الباقي. يعني 31 مرة ب31 معنى. أي السياق يغير المعنى. لما يقول تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار،
وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكم تكذبون؟ خط مين؟ الإنس والجن. هيجي في نهاية السورة: يا معشر الإنس والجن، ويقول سنفرغ لكم أيها الثقلان. فسمى الإنس والجن الثقلين وناداهم بهذا النداء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي في كونه خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. يبقى فبأي آلاء ربكما تكذبان هنا متعلقة بالآية التي قبلها، في خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. ثم قال بعدها: رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في كونه رب المشرقين ورب المغربين. يبقى هذه كالأولى والمعنى اختلف. وقس على هذا 31 مرة ب31 معنى نفهم القرآن. هنا السياق في سورة الأعراف يصف لنا هذا المشهد. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. ما قالوش بسحر، ليه؟ مع أنه هو نفسه قال يريد أن يخرجكم من أرض في شعراء من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ في شعراء السورة معنا فرعون المتكلم، والحوار مش مع الملأ بس، ده مع الملأ ومع السحرة، ومش السحر العاديين، لا ده سحرة مصر كلها. وهنوضح، لأن السحر في هذا التوقيت كان أكثر حرفة منتشرة في مصر. ليه؟ لماذا؟ السحر كان يمثل الفن حاليا، بديل الإعلام. هم أصحاب الأفلام، هم أصحاب التمثيليات، هم أصحاب القفشات، التوشو، كل الكلام ده كان يقوم به السحر، وكل ساحر ومهارته. الملك فرعون مين اللي بيسليه؟ السهرة مع مين؟ مع السحرة. فانتقى فرعون صفوة من السحرة خصصوا له، دول الإعلاميين المقربين جدا منه، بيتقاضوا أعلى رواتب في الدولة، والناس على دين الملوك. إن كان الملك له فنانين خاصين به هم السحرة، كل واحد من علية القوم الأغنياء ورجال الأعمال والوزراء كل واحد بقى له سحرة خاصين به. وطبعا أصحاب المال هيجيب واحد مستواه يعني مش عالي أو واخد بكالوريوس، مش لازم دكتوراه يعني. واضح المال؟ ولذلك لما هتيجي المناظرة نعرف الفرق الكبير جدا بين دول. فطبعا كان نتيجة إن لما صار السحرة يتقاضوا أعلى رواتب في البلد، صاروا الطبقة فوق المتوسطة، هم يأتوا بعد علية القوم الملأ الوزراء ورجال الأعمال، يأتي بعدهم السحرة. كان النتيجة أن الشعب المصري كله حرص أن أولاده يتعلموا السحر، فأسست مدارس ابتدائي وإعدادي وسنة وجامعات ودكتوراه كمان. فهنلاقي خير الجامعات وهنلاقي واخدين دكتوراه في السحر. السياق اللي جاء في الأعراف كل الحضور كان مؤهل عالي لكن مش دكتوراه. فقالوا يأتوك بكل ساحر عليم. لكن لما جاءت في الشعراء قال يأتوك بكل سحار عليم. لما فشلوا بتوع المؤهلات العليا في مناظرة سيدنا موسى في حضرة الملأ اللي جاءت في الأعراف، الملأ فتنوا فرعون وأغروه، قالوا دول تعبانين، هنجيب لك الأمهر منه، من الأمهر هنجيب لك أسد الجماعات. فجمعوا الاصطاف على مستوى الجمهورية، طلع 80,000 سحار. وعشان كده قبل يدخل المنظمة مرتين، مع أن الساحرين بتوعه الملأ أسلموا، ومع ذلك قبل المناظرة مرة أخرى وقبل حضور السحارين مرة أخرى أغراه الملأ، حتى قبل أن يخوضوا المناظرة الثانية. والمناظرة الثانية ما كانتش في القصر، الأولى كانت في القصر، الثانية كانت مع الشعب كله يوم الزينة يوم شم النسيم. وصلت؟
يبقى ده حوار وده حوار، وده موقف وده موقف، وده له ظروف وده له ظروف، والحضور غير الحضور. ماشي، هنشوف السياقين لنعرف الفارق الكبير بينهما. السياق الأول، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، ملوش بسحري، فماذا تأمرون؟ لكن في الشعراء، فقال فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. الكلمة دي ما جاتش إلا عن فرعون، يريد أن يخرجكم من أرضه بسحره، فماذا تأمرون؟ خلي بالك، من اللي قال فماذا تأمرون في 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 الأعراف؟ الملأ. طب واللي قال فماذا تأمرون في الشعراء؟ يبقى الحوار هو الحوار المختلف. طيب هنشوف رد الفعل، نشوف السياقين كده، نقارن الاثنين مع بعض. فماذا تأمرون؟ طب هم اللي طلبوا منه، يبقى المفروض مين اللي يأمر؟ في الأعراف هم اللي طلبوا، الملأ. فماذا تأمرون؟ بيخاطبوا مين؟ بيخاطبوا فرعون. طب أمر فرعون؟ ما أمرش، هم اللي أمروا. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه. يبقى قال حاجة وقعد يفرك طرطور. قالوا أرجه وأخاه وأرسل. لكن في الشعراء السياق اختلف، إن هذا لساحر، قال فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرج من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث. يبقى في عرف قالوا أرسل، في المدائن حشرين يأتوك بكل ساحر. في الشعراء قال وابعث، أرجه وأخاه وابعث في المدائن حشرين يأتوك بكل سحار عليم. أرسل يعني الرجالة بتوعنا بتوع الملأ، هنجيبهم لك في ثواني. لكن وابعث لما أسزت الجماعات من كل أرجاء مصر. مصر مساحتها كانت قد إيه وقت فرعون؟ مش مصر حاليا، مصر في زمان فرعون تبدأ من الفرات تنتهي في المغرب، تبدأ من البحر المتوسط شمالا وتنتهي في وسط أفريقيا جنوبا، كل منابع النيل كانت خاضعة لفرعون. ولذلك لما قال أليس لي ملك مصر، يعني بها مصر حاليا اللي قطعوها المستعمرين؟ لا، أليس لي ملك مصر يعني كل هذه المساحة وهذه الأنهار تجري من تحتي. يبقى كان النيل لوحده ولا كانت أنهار؟ وصلت؟ ما قالش وهذا النيل يجري من تحتي، قال وهذه الأنهار. صح صح يا أخواننا. اللي لا يفهم هذا التصور بعض الآيات ستلتبس عليه يقينا، لما يقول تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. بني إسرائيل ورثوا إيه؟ إيه الأرض اللي ورثوها في مصر؟ كل أرض مصر؟ أبد. ده فرعون طردهم مصر، هربوا على سيناء وأقاموا فيها الأربعين عام في وادي التين، ورثوا هذه المنطقة. يعني ورثوها، لما غرق فرعون هذه المساحة كلها كانت تحت سلطانه. لما مات فرعون رمسيس الثاني حكم ابنه أمنمحات، اقتطعت هذه المساحة من تحته وقام على شؤونها بنو إسرائيل، سيناء والشام. فلما يقولوا أورثنا يعني أخذنا أرض كانت له ملكا وأعطيناها لبني إسرائيل، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، مش كل الأرض ولا مشارق الأرض مغربة عن المشارق، كل أرضية غربها كما يغالط بعض أهل الكتاب، أبدا. قال مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، الأرض المباركة محصورة في الشام وسيناء. وضحت؟ فدي اللي حكمها بنو إسرائيل في هذه المرحلة، أو عاشوا فيها وتاهوا فيها مع سيدنا موسى 40 سنة.
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعرشون. ندرك هذه المعاني. فتخيل لما ينادي في ابعث في مدائن الحشين، يعني هاتونا السحرة اللي في مصر وفي الشام وفي ليبيا وفي اليمن وفي ليبيا وفي السودان وأوغندا ورواندا، وانت ماشي لغاية منبع النيل مأسفل. الساحر كانوا 30,000 فقط، 3,000 فقط. يبقى الحوار الأول 3,000، الثاني 80,000. وذلك في الأول ما ترعبش سيدنا موسى، هنشوف فرقت فرق كبير جدا هذه المناظرة عن هذه المناظرة. لذا قالوا وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر. الموضع الثاني قال وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. في الأعراف قال يأتوك بكل ساحر عليم، قال وجاء السحر. يبقى عطف عليها بالواو، مجرد ما أرسلوا جاء سحرت الملأ. الرجالة بتوح موظفين بياخدوا راتب، فيهم حد يستطيع تأخر؟ أبدا، جاءوا فورا. لذا عقب بواو العطف قال وجاء السحرة فرعون. وجاء السحرة فرعون جاي له مباشرة ودخلوا على القصر. التنين ما عاملين زي الكلاب الضالة يجوا بره ما تدخلوش القصر في يوم الزينة وفي الملأ في الشارع قدام ناس في الميدان عام. ها؟ في الميدان، على الميدان يا مولاي. فاللقاء الثاني كان على الميدان. الله يصلحنا. ولذا قال في اللقاء الثاني في سورة الشعراء وابعث في المدائن حشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. واضح السياق مختلف مش مختلف؟ ولا هو مختلف تماما. احنا بس بنقرأ وكله عند العرب صابون وبنمشي الحال وخلاص، هذا هبل اللي احنا بنعمله. ماشي. ولذا قال في الأولى وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا، أئن لا، قالوا إن لنا مش أئن. ليه؟ دول موظفين، هتزود لنا المرتب شوية؟ موظف عايز يزود المرتب. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. ده الرجال بتوعنا فعلا مقربين، لكن في الموضع الثاني السحرين مش موظفين، دول جايين بمكافأة على هذا الموقف فقط. ولذلك سألوا سؤال المستفهم أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ساعة ما تفوزوا فقط هتبقوا مقربين، لكن قبلها لا. لكن الأوائل كانوا بالفعل مقربين. ها؟ يبقى الفريق نفسه والنوعية نفسها مختلفة ولا هي نفس النوعية؟ مختلف. طيب أنا بس واخدها لكم آية آية عشان نفهم القرآن. ها؟ قالوا الفريق الأول ما سحرة الملأ إن لنا أجرا كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى، يبقى من اللي اتكلم الأول؟ سحرة الملأ لأنهم أصحاب القصر والرجال بتوع القاص. قال يا موسى إما أن تلقي إما أن نكون نحن ملقين. أصحاب مكان، فبدأوا هم الحوار. يا موسى إما أن تلقي إما أن نكون نحن ملقين. قال بل ألق. السحرين الثانيين ما مش أصحاب القاصر. سيدنا موسى بالنسبة لهم صاحب قاصر، لأنه مولود في القاصر ومتربي في القاصر، ولذلك مناطقهم هو اللي بدأهم الحوار سيدنا موسى. ها؟ يأتوك بكل السحر عليم. فلما جاء وقيل فلما جاء السحرة قالوا أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. يبقى ده دول لهم ظروف غير دول. أصحاب القصر هم اللي بدأوا الحوار، هم اللي بناقشوا، هم أصحاب المكان. الثانيين البعدة اللي جايين بعيد أغراب والمكان مش مكانهم. موسى بالنسبة لهم مقرب لفرعون أكثر منهم، لذا بدأهم موسى.
قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. يبقى الحوار اختلف مختلفش تماما. أنا تعمدت أشرح آية آية حتى نفهم يعني سياق يعني نظم. واضح الفارق؟ ها؟ قالوا يا موسى إما الأوائل إما أن تلقي وإما أن نكون حلقين. قال بل ألقوا. فلما ألقوا الأوائل اللي هم سحرة الملأ، فلما ألقوا سحروا أعين الناس. من الناس؟ الملأ بس وفرعون. دول الرجاله بتوعهم وهم مبهورين بيهم بيدفعوا لهم مراتب مبسوطين منهم على الاخر. لذا قال سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ماشي. لكن التانيين توددوا الفرعون بالعمل ده. قال لهم موسى القوا ما انتم تلقون. فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون. السياق واحد ولا اختلف؟ وصلت؟ فرق كبير جدا 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 من سياق الأعراف وسياق الشعراء. ودول غير دول، ودول لهم نظام دول لهم نظام. ردود الأفعال في كل المواقف اختلفت من أول السياق لآخر. أنا بس مثلت بجزء بسيط. استمر السياق في الأعراف. جاء الوحي لموسى لأن كانت أول مرة، فأوحى إليه ربه في هذه اللحظة. لذا قال وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك. هذه العبارة لم ترد في كل المواضع الأخرى. يقول فألقى موسى عصا خلص، خذ الدرس تعلم وتحدث موسى. وضحت. لكن هنا في الأعراف، ولذلك الكلام ده يا أخوانا اللي يفهمه هيثبت عنده الحفظ جدا. فأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون. أه؟ أوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي إيه؟ تلقف ما يفكون. فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. خلي بالنا لغاية هنا الحوار مع مين؟ الملأ وسيدنا موسى. فرعون تدخل ولا كلمة قالها. لذا يقول بعدها تعالى قال فرعون. وكلمة قال فرعون دي لم تتكرر لا في طه ولا في الشعراء أبدا، لأن هنا كان أول كلمة ينطق بها فرعون واللي متولي الحوار كله الملأ. فهو سكت كل هذا الوقت، لكن سكت دهرا ونطق ايه؟ اول كلمتين قالهم دبش خارج النص. ها؟ وصلت؟ قال فرعون. قال ايه؟ خلص الوقت؟ ان هذا الوقت احنا فاتحين باب الجامع. ها؟ باب الجامع مفتوح. قال فرعون حاجه هيمشي عادي. قال فرعون ايه؟ ها؟ لا خلي بالك. قال آمنتم به. اول مره اتكلم قال آمنتم به ولا له؟ لكن لما علموه اتأدب ما قالهاش تاني في كل المضع. بعد كده قال آمنتم له. ايه الفرق بين به وله؟ لو قال آمنتم به يبقى عايز يطلع الإيمان من قلوبهم. لكن آمنتم له يعني هو أأمن لكم ولنا، أنفع لكم ولنا. لما هتكلمهم على الإيمان، الإيمان مش هينزع من القلوب. هتطلعوا ازاي؟ ولا هم عارفوا ازاي طلع؟ فأنت حمار كلمة قالش علموه. فبعد كده رجع قال آمنتم له، ما لش آمنتم به. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. والعبارة دي لم تتكرر إلا في هذه السورة، ما قالش تاني. ينم هذا المكر مكرتموه الله. طب ده احنا رجالة بتوعك يا حمار، تأمرنا مع موسى وانت اللي جيبنا الحوار. فالكلمات كلها تدلك على البعيد ايه؟
لوح. الله يجعل كلامنا خفيف على كل الالواح. قال امنتم به قبل ان اذن لكم. هنستاذنك في الايمان باللوح لك. شيء جد. عبارات في منتهى الغباوه. ها؟ قال امنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. هوريكم اعمل فيكم ايه. مؤامره. قصه المؤامره. فادعى انها مؤامره بين مين؟ سيدنا موسى والسحره. ولم يرى موسى قبل هذا السحره ولم يلتقي السحره قبل موسى. وهو اللي جيبه ورجالته ورجاله الملأ بتوعه. واضح المعنى؟ بخلاف طبعا لما تودك. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ما قالش إن هذا لمكر مكرتموه مرة تانية أبدا. لما تودك وعلموه ها والتزم بالنص كان كلام مختلف خالص. لكن بعيد عن الورقة لازم يثبت أنه لوح. يظهر المرض ده في الأمم من زمان. سامحوني أنا بس بشرح الآيات. ها؟ الآيات بتشرح نفسها. احنا بس بنشير على معانيها. نوضح بس. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتم في المدينة لا تخرج من أهلها فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم أرجلكم خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. شوف ردة الفعل. سحرة الملأ موظفين. معنى هذا غضب فرعون عليهم هيطردهم الوظيفة مش هاكلوا عيش. ولذلك ردة فعلهم ضعيفة. ردة الخائف المرتعد خوفا من قطع عيش. ها فلسوف تعلموا لو قطعا. قالوا ايه ما لوش لضير. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. يعني إنا لله وإنا راجعون. استرجعنا نخسر كل حاجة. إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنكم منا. أنت بتنكم من اللي إحنا عملنا حاجة. وما تنكم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. دي تعتبرها جريمة؟ ده إحنا آمنا بالله بس. إيه اللي عملناه؟ هذا الرد رد المستكين الخائف على راتبه. لكن السحارين أصحاب المكافأة أساتذة الجامعات كان ردهم إيه؟ قال لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إن يعني لا ضير عن إيه؟ وفي الآية الثانية قالوا فاقض ما أنت قاض اضرب الدرهم باغي اللي خلفوك في الحيط. إيه اللي معك حبيب؟ أساتذة الجامعات ردهم عنيف جد وقوي جد. لكن السحرة بتوع الملأ كان ردهم على قد حالهم. في فارق من يقول له يعني وما تنكمنا الا ان امنا بثر ربنا لما جاءتنا. وبعدين بدا تضرع المسكين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. عرفوا خلاص الدين نهايه. لا حياه ولا اكل ولا مرتب. هيموت هيقتله. لذا طلبوا من ربهم الصبر والموت على الايمان. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لكن أساتذة الجماعات بتوع المكافأة دول كان رد عنيف جدا. قالوا فقد ما أنت قاط اضرب دماغك في الحيط. لا ضير لن يضرنا ما تفعل. انت هتستعمل نعمله. إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. خلاص. فهل هذا المشهد هو نفس المشهد؟ هل هذا الفريق هو نفس الفريق؟ ولا اختلف تماما؟ واضح المعنى؟ يبقى سامحوني انا اطلت. والموضوع عشان ناخده كله بالتفصيل السبع حوارات مش هنخلص الليله دي. وعارف الناس قلقان وعايز تمشي ها؟ واحنا وعدنا ان احنا لا نطيل. ماشي. الله يهديك يا ابو شريف. فخلاصه القول يا اخواننا إن هذا حوار وذاك حوار
وهذا الحوار حضره سحرة وذاك الحوار حضره سحرة. ولذلك لما ألقى السحرة اللي ترعب مين؟ الأوائل ترعب الملأ، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم جاءت في الملأ. لكن السحرين لما ألقوا عصيانهم اللي ترعب سيدنا موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف. ليه؟ لأن لا قدام منه 80 عصا، 80,000 عصا وثمانين ألف حبل تحول حياة تلعب، الحية بتاعته تروح فين في 80,000 دول؟ لم ترد هذه العبارة في الحوار الأول، وضحت الفرق كبير جدا من الحوارين. بين هذا الحوار وهذا الحوار حصل الحوار مع الملأ لوحدهم هم وفرعون، ده اللي جاء في أول السورة: إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا تتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون وأضيق صدري وانطلق لساني فأرسل هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يكذبون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إن معكم مستمعون، فأتي فرعون فقول إنا رسول رب العالمين. إحنا 2 رسالة واحدة مش رسولين ورسالتين، لا إنا رسول رب العالمين أن أرسل. ففرعون لما لقى نفسه هو وسيدنا موسى وهارون يتكلموا باسم واحد ومعاه الملأ كلهم اتمطع بقى، عمل فيها الرجل يعني ايه صاحب فضل، قال ألم نربك فينا وليدا، انت جاي تحاورني وتناقشني، والكلام ده كله بعد ما حصلت هزيمة السحرة الأوائل. ولذلك هتلاقي هنا قلة أدب ومتناهية، قال ألم نربك فينا وليدا، ده اللي ربك موسى جاي تحاورني، اللحم اكتفك من خيري، ها ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك السنين، ده اللي تعمل فيها دلوقتي انك انت شيخ المصلحين، ها ألم ربك فيها وليدا ولبست فينا من عمرك السنين، بس قال له لا وفعلت فعلتك التي فعلت، ده انت مرتكب جريمة. وده دأب أهل الباطل دائما، يلتمس لأهل الحق ذلة ليشوه صورة الحق كله بذلة إنسان. الأسلوب ده قديم جديد ما زال يتردد، خلي بالنا. أهل البطل كلهم يتمنوا أن يمسكوا لأي عالم إما نقطة ضعف فيه أو ذلة له عشان يفضحوه ويهددوه، يتنصعوا وتسمع الكلام يعني أعمل لك فضيحة. نفس اللعبة القديمة الحديثة، نسأل الله العافية والعافية. نتعلم دروس من القرآن، هذه معاني يا إخواني تعطينا درس. اللي عصم من الزلل أو من أن يكشف الله سوءة أمام أعين أعدائه منه يصعب أن يشوه صوته، هيفتروا عليه وارد، يقولوا مجنون يقولوا، يقولوا ساحر يقولوا، وقالوا على الأنبياء كلهم ما سلم نبي وما أطلعه الله على عورة نبي وما ترك نبي بلا اتهامات، ودي سنة الله الجارية. ففرعون بيتمطع سيدنا موسى، ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا معك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. لما قتلت المصري اللي قتلته ده قتلته أنت مؤمن ولا كنت ساعتها كافر زينا كده؟ وضحت معايا؟ طبعا سيدنا موسى في حقائق ما قدرش ينزع فيه، في حقائق قسم نتنازع فيه، قتل ما قتلش؟ قتل. قال فعلتها إذن، لا أمكن فعلتها، لكن هل القتل ده كان عمد؟ كان عمد؟ لا لا خطأ؟ لا ده شبه خطأ، ما حصلش الخطأ. الخطأ أن يضربه بآلة تقتل عادة لكن لا يقصده، واحد ضرب رصاصة في الهواء نزلت على شخص لا أعرفه مات، فيتسمى قتل خطأ. شبه الخطأ أن يكون هو سبب بعيد جدا فيقتل بآلة لا تقتل عادة ولا أقصد القتل، اتنين بتخل أنا بحجز بينهم، بعمل إيه؟ بدفع واحد عن التاني، بدفعه بإيه؟ بإيدي، الإيدين تقتل، فما بالك مش بإيده. رب العباد يقول فلطمه موسى، اللطمة تبقى بالكف، لكمه بظهر الكف، لكن ربنا قال ايه؟ الوجزه بايه؟ باطراف الاصابع. انا بحجز بين اتنين، زق ده زقه وده زقه،
طب ازاي ده راجل مات فيها؟ هذا يسمى شبه خطأ. الخطأ وشبه الخطأ مين اللي يتحمل دية القاتل؟ الدية تدفع القتيل، أهل القتيل. مين يتحملها؟ كل شرائع الله منزلة يتحملها عاقلة القاتل، عاقلة عائلة المسؤولة عنه. من عاقلة نبي الله موسى في هذا التوقيت؟ فرعون. فسيدنا موسى رد عليه هذا الرد، قال فعلتها إذا أنا قتلته بالفعل بس قتلت شيء خطأ، فعلتها إذن وأنا من الضالين. ما قالش من الكافرين. ضالين عن إيه؟ عن حكم الله. قال له أنا ولا أعرف عن حكم الله إنك أنت المكلف بديتي، كنت همشي ليه؟ كنت هدفعك أنت مجرم الفلوس وأنا هبقى معك زي الفل. لكن أنت بدل ما أنت تبقى عاقلتي وبتدعي أنك أنت اللي ربيتني وليد وأنفقت علي، وأول ما حصل الخطأ ده بدل ما تدفع عني الدية استحللت دمي وحاولت قتلي، يبقى أنت اللي عملته ده عمل أب ربه ولا عمل مجرم؟ وصلت؟ لذا قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وبعدين هتتمطع يا فرعون عليا؟ طيب ايه اللي اضطرني اتربى عندك؟ مش جرائمك في قتلك اولاد المؤمنين حتى اضطرت امي ترميني في البحر واجي لك؟ فبدا يطلع على فضيحه، قال وتلك نعمه تمنها علي انك انت اللي ربيتني، انا عبدت بني اسرائيل استعبدتهم وذلت انفسهم كلهم. فرعون لما لقاها يفضحه، وهندخل في التجريح، لما هو يجرح حلال لكن يجرح يروح قلب الموضوع، قلب الموضوع فورا فورا. طب نطلع بره الموضوع نتناقش في الموضوع، وما رب العالمين؟ حول الموضوع تماما. الكلام ده زي اللي بيحصل بالحوارات بتاع الجماعه الديمقراطيين في الانتخابات، تلاقي كل فريق عمال يجرح في الثاني، واول ما نوصل لمرحله هتفتحوا يقول لك طب نتكلم في المنهج، في المنهج، في خطتك انت ايه في تطوير البلد. سلامات، الله مستعان. لكن سيدنا موسى طبعا ما سابوش، اول ما اتمطع وما رب العالمين؟ يعني ايش رب العالمين ده؟ ايه تعال تعال ابن الله افصح. لست بالشيخ الشريب يا ابني، تعال 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 الله يحفظك، تعال يا حبيب ربنا يحفظك. فقول ان لما جرح نبي الله موسى رد عليه، فعندها بدأ الحوار الحقيقي في الموضوع. لكن حتى لما حاور حوار المتمطع المتنطع، قال وما رب العالمين؟ لكن سيدنا موسى نبي من أولي عزم الرسل، لو تسافل الخلق جميعا هل هذا يحل لأهل العلم انسفال؟ أبدا أبدا. سيدنا موسى صاحب مبدأ، صاحب عقيدة، بدأ يرسي قواعد العقيدة له ولغيره. وما رب العالمين رغم أهل بأسلوب يعني سيء الأدب جدا وفي استهزاء عالي جدا برب العالمين، وما رب العالمين؟ إيش رب العالمين هذا؟ قال رب رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إذا كنت أنت رب مصر كما تدعي، من رب السماوات والأرض؟ هل ادعى فرعون رب السماوات والأرض؟ لا، ولا ملك يدعي. فجاب له النص اللي يفهمه. الملأ اللي حاضرين كادوا يقتنعوا، فرعون شايف عيونهم كلها مرغرغه زي الفل. سيدنا موسى اقنعه. طب يعمل ايه؟ يعمل هيصه عشان يضيع الحقيقه. قال الا تستمعون؟ انتم سامعين؟ قال ايه؟ طب حد قال لك ان احنا صم او طرش لا اسمع؟ حد اشتكى لك؟ الا تستمعون؟ وده اسلوب اهل الباطل كله. الا تستمعون؟ وكأنه سمع من موسى ما لم يسمعه. ما كان سيدنا موسى مقدر يرد عليه يقول له أسمع، هم أسمعوا الحديث منك. لكن أبى، هيجادل في الباطل أبدا.
انت عايز تطلعنا الموضوع ارجعك لي تاني. قال ربكم ورب ابائكم الاولين. ان كان فرعون ربكم، من رب ابوه اللي جابوه اللي خلفوه؟ من ربكم ورب ابائكم الاولين؟ حجة دامغة، حجة ورا حجة، ما خرج عن الموضوع. وده أدب يجب أن يتعلمه كل الدعاة في كل حوارات مع أهل الباطل، أدب نبوة. فرعون لما لقى الحجة قوية وخلاص الملأ اقتنعوا، طب الهيصة ما نفعتش، نعمل ايه؟ نتهم موسى، نجيب له أي تهمة، نلفق له أي تهمة. قال إن رسولكم الذي أرسل لكم لمجنون، لمجنون. طب الكلام ده كلام مجانين؟ ما كان سيدنا موسى قادر يرد عليه ويقول له كلام ده كلام مجانين؟ أبدا. وده اللي بيحصل لما يصدم أهل الباطل بالحقائق، حيلوشه فيتهم أهل الحق بحاجة، ده إرهابي، ده متطرف، ده متخلف، ده ما بيفهمش، ده لوح، ده ساحر، ده مجنون. كل هذا الكلام قيل على كل رسل له أنبياء، وأنبياء سبحانه وتعالى عليهم السلام جميعا. إن رسولكم الذي أرسل لكم لمجنون. سيدنا موسى يجيب، يرد، يدافع عن نفسه؟ أبدا. قضيته واحد، بيان الحق. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إذا كان فرعون رب مصر، من رب أمريكا؟ من رب استراليا؟ من رب آسيا؟ من رب كل الكرة الأرضية؟ فرعون بقى رب مصر. طب يملك بقية البلاد؟ رب المشرق والمغرب بينهما إن كنتم تعقلون، يعني لو عندكم ذرة عقل. فرعون لما لقى الكلام في الصميم وخلاص الملأ هيقتنعوا دول رجالته، عمل إيه؟ تحول من ديمقراطي لديكتاتور من الطراز الأول. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. طر أبو زعبل من زمان، خلاص هنختم. لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين، ونزع يده فإذا بطن الظليم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، اللي احنا بدأناه وشرحناه من شوية، ثم استمر لغاية ما جمع الناس ليوم الزينة وحصل الحوار الأخير. يبقى سورة الأعراف ذكرت حوارين، حوار مع الملأ في القصر قبل ما يطلعوا ليوم الزينة والمكان العام اللي يحضر فيه السحر. يبقى دول كم حوارهم؟ أربعة، احنا ذكرنا أربعة دلوقتي. حوار فرعون مع سيدنا موسى هارون في بيته لوحده، حواره مع الملأ وسحرة الملأ في الأعراف، حواره سيدنا موسى مع فرعون والملأ لوحدهم في القصر قبل ما يطلعوا ليوم الزينة ويأتي مع الملأ السحارين ويحصل ما حصل. يبقى دول أربع حواراتهم، مختلفين مش مختلفين؟ تمام. اكتفي بهذا. فرق الوقت، كل ده فرق وقت. لما يقول موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى، يبقى لما خرجوا من حوار الملأ حددوا يوم الزينه هيجمعوا الناس فيه ويجي السحارين ويحصل الحوار الاخير. لكن الاعراف جمعت الحوارين، الحوار الثالث والرابع. الأول في طه، الثاني في الأعراف. الشعراء جمعت حوارين، وصل معنا؟ طبعا دي إيه، أربع حوارات مختلفة فيه ثلاثة سنين لا وقت لها الآن. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يعزنا من لمنا وكما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، والحمد لله رب